تحية حب عمانية لكم أيها الأحبة المشاهدين، عدنا إليكم من جديد في هذا اليوم الاستثنائي الآخر المختلف الذي فيه تتنوع المشاعر وتمتزج أجمل الأحاسيس بأسمى معاني الحب، بمعاني الوفاء، بمشاعر الولاء أيضا لجلالة السلطان الذي طل علينا بطلته البهية والتي كانت هي محطة انتظار الشعب، وكانت الإجابة لألف سؤال، وكانت الإعلان لبداية العرس في عمان. بها تنفسنا الصعداء ونقول الحمد لله والحمد لله والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. هنيئا لنا، قائد هو في الحقيقة أب، فبوركت هذه الأرض بالقائد الفذ، وبوركت أيضا بأبنائها الأكرمين أهل الجود أهل العطاء، وخير مثال للعالم بأنهم أهل الوفاء. العمانيين انطلقوا في مختلف القطاعات في مختلف الأماكن بعطاء مختلف، بقلب نابض مختلف، في كل بقعة من بقاع الأرض كل واحد عن الآخر يتنافس للعمل، للجد، للاجتهاد، للاستمرار في بناء عمان خير، بناء لتظهر للعالم كما اعتدنا دائما أنها تسابق العالم مسابقة وتنافس شريف على أن تكون هي الأفضل وخير مثال للسلام. خرج البعض أيضا في مسيرات مختلفة ليعبروا عن شكرهم للسلطان على ما قدمه طوال هذه الأعوام. خرجوا أبناء ولاية المضيبي مثل ما احنا شايفين في عطاء آخر بمجموعة من الفنون العمانية. خرجنا أيضا النساء بالأزياء الجميلة، خرجوا الأطفال أيضا متوشحين بالأعلام وبصور السلطان، خرجت الخيول وخرجت الجمال الأصيلة العمانية والعربية أيضا يمتطيها الفرسان، وأيضا رفع هذا العلم مثل ما احنا شايفين من كأطول علم في الولاية في هذه المسيرة. تنظيم كان جدا رائع، تنظيم جدا جميل مثل ما احنا شايفينه، في تناغم وامتزاج جدا رائع لأهل هذه الأرض الطيبة عمان. لم يتراجع حتى ذوي الاحتياجات الخاصة عن الخروج بمقاعدهم أو حتى بعكازاتهم أو بما يساعدهم للمشاركة في مثل هذه المسيرات. وصلتنا أيضا بعض الأخبار ببعض النساء الذين شاركوا في جمعيات المرأة العمانية حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الوفاء الاجتماعي أيضا، الذين يعني هم يعبرون بطريقتهم عن حبهم وعن سعادتهم. فنسأل الله المولى عز وجل أن تدم هذه السعادة طول الزمان على عمان وأهلها، وأن يظل قائدها في نعمة وخير وسلام بإذن الله. نتواصل معكم مع مشاركاتكم، سماع أصواتكم الطيبة من خلال أرقامنا أو حتى تغريداتكم من خلال هاشتاج أبشري قابوس جاء أو الرسائل النصية عبر 90482. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. هلا. من معاي؟ معاش نورة المجيني من ولاية المصنع. من وين يا نورة؟ من ولاية المصنع. المضيبي؟ المصنعة. المصنعة، حياك الله حبيبتي نورة. شاركتي في شيء من المسيرات أو شاركتي شيء من الاحتفالات خلال هذه الأيام الثلاثة؟ في الجامعة شاركني، عملنا بعض الحفلات والأشعار والمسابقات. حبيت أهني الشعب العماني بقدوم أبي قابوس الأب الحنون القائد الأعلى. أيضا حبيت أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على عمان وأهلها وأبنائها بالحاكم العادل المتواضع الحنون حضرة صاحب الجلالة
وأدامه الله جهرني الوطن وأكساه من ثوب الصحة والعافية ورزقه العمر الطويل جميعا. آمين يا رب. آمين آمين يا رب. شكرا لك عزيزي على اتصالك وسماع صوتك. شكرا لك. عفوا. تسلم حبيبتي. ناخذ أيضا صوت آخر. السلام عليكم. مساء الخير. هلا. أهلين. هلا وسهلا. من معي؟ من معي؟ تواصلوا معي بس عن طريق الهاتف. ألو. أهلين. أنا أسمع بس أنتوا تسمعوني؟ خفضوا لي على صوت التلفزيون ما عليكم أمر. ألو ألو. أيوة بس خليكي على الهاتف. إن شاء الله إن شاء الله. من معي؟ نعم. الاسم الكريم. اسم الكريم مريم بنت مبارك بن جمعة المرزوقي من خالد. والنعم فيك يا مريم. من وين؟ حي من أمية منصور لكن احنا مقيمين في بريبي. حياك والله. حيا الله. وين ما كنتوا في صور ولا بالمضيبي؟ تسلمي أهني سيدي صاحب الجلالة السلطان غابوس بن سعيد المعظم. نعم. وصول للوطن. الحمد لله. الله يحيي العافية إن شاء الله. حبيبتي مريم من نعم. من البريمي قلتي لي صح؟ أنا مقيمة في بريمي لكنني يعني راعي صور. أنت من منصور وموجودة بالبريمي. طيب لما وصلك الخبر وين كنتي؟ والله موجودة لي في بريمي، عايشة في بريمي. إذا كيف وصل لك الخبر؟ كيف عرفتي؟ والله وصلني الخبر وبكيت لين الله بسلوه من يوم شفت السلطان. فرحة قلوبنا وقلوب اللهان وعيان والوطن والحمد لله على سلامته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامته اللي ربي ردف علينا. آمين عليكم. الله يخليه يا ربي غابوس. آمين الله يا رب. آمين. بروحنا نبتعد روحنا. الحمد لله. تسلمي لي حبيبتي. حبيبتي عندي شعر قصيدة. يلا أسمع منك كم بيت. تسلمي. قلت يا هلا ويا مرحبا وحية ويا هلا بغابوس يا الغالي والشعب وعمان فرحانة والأرض وبحور ويبالي وتفرح بغابوس سيدنا يا قمر نور السما العالي من صغير وكبير لك غني ترحب بغابوس وتلالي وفي شوارع وفي الشوارع شعبك يهني والشيوخ والجيش والوالي ويا بلادي صور زقريني صور بن عمي وبن خالي وروحي الغابوس بهديه والتحية له من عيالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلمي لعزيزتي مريم. نطلب المعذرة. مشكورة حبيبتي. تسلمي لي على هذا الاتصال. أحسنتي الله. أحسنتي. من هذا الاستوديو بعد هذه الأصوات الطيبة للاستوديو الآخر والزميل عبد الله السباح لك الكلمة. Thank you.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وبهذا البث المفتوح فرحة بعودة غالي هذا الوطن سيد عمان جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى الأرض الوطن مشافى معافى بحفظ الله ورعايته. في حلقة اليوم احنا زي ما لاحظتوا هناك في تنوع من خلال التواصل مع المشاهدين عبر الهاتف أو من خلال جولة الكاميرا في ولايات ومحافظات السلطنة، أيضا بضيوف أعزاء هلوا على برنامجنا في هذا البث الحي والمباشر. الآن معنا أحد شياب الله يعطيهم الصحة والعافية، الوالد مسعود بن سالم بن سليم الجابري من ولاية قريات، منورنا داخل الاستديو عشان يكلمنا عن ذكرياته وفي نفس الوقت كيف استقبل هذا الخبر السعيد. الوالد شو اخبارك؟ الحمد لله خير. وزارتنا البركه. الله يبارك فيك. ومبروكين. الله يبارك فيك. الله يخليك ويهنيك يا رب ان شاء الله. جزاك الله خير. احكي لي الوالد. والله احنا تشرفنا صراحه وفرحنا فرح شديد، كنا في الانتظار. نعم. الاخبار اللي يجينا عن جلالة السلطان. نعم والله. وكنا في كل الجميع في انتظار بس ما مصدقين الخبر اللي صار. حتى كنا في روايه كانت زمن اللولي. اي نعم. عندما يهل هلال رمضان. أينا. الناس الكل يقصوا ينتظروا هلال رمضان. سبحانه. علما هل علينا هذا الهلال من الطائرة. سبحانه. الحمد لله رب العالمين. وصل القمر من الطائرة. الله أكبر. وطمأنت قلوبنا وفرحنا والحمد لله. منا اللي صلى السجود لله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى. بسلامة جلالة السلطان. الله يحفظه يعني. وهو آب الجميع. الله والحمد لله. نحن كنا أنا أول ما حكم جلالة السلطان أنا كنت في الكويت. نعم. كنت في دولة الكويت. نعم. حتى نادونا أحد الإجماع قال تعال شوف حاكم الجديد. نعم. الله يحفظه. وتشرفنا صراحة وكنا أحد. ورجعت للسلطنة. ورجعنا للسلطنة والحمد لله رب العالمين وعشنا. نعم. وتشرفنا يعني. نعم. إذا احكي لي أنت وكيف وصلك الخبر؟ كنت في البيت مع الأهل ولا كنت خارج وكنت تتابع التلفزيون؟ أقول لك احنا كنا أمس ننتظر مثل ما ننتظر كان في الأول. سبحان ينتظروا الله. هلال رمضان. كنا جالسين في جلسة. نعم. مع جماعة كذا وننتظر كنا مثل أول كانوا الناس يروحوا يشوفوا هلال رمضان ولا ما شاء الله. أيوة شاء رمضان وشاء ما رمضان الله. وكنا قاعدين ننتظر الحمد لله رب العالمين. حد يقول جي رسائل في التلفونات ما أدري وما مصدقين. نعم. الحمد لله رب العالمين ألم هل علينا جلالته والحمد لله رب العالمين وفرحنا يعني. زين لما شفت احنا عرضنا الفيديو قبل شوية لحظة وصول صاحب الجلالة. نعم. ونزوله من الطائرة. نعم. كيف حسيت؟ والله فرحة ما تتصور. نعم. لأن احنا كان في أثناء جلالته في الخارج. نعم. حد يجيب خبر شيء. نعم. سلطان تعبان وحد جايب خبر كذا وحد. نعم. ما تفرحنا إلا من لقينا جلالته صحة وعافية. صحة وعافية الحمد لله رب العالمين. وهذه فرحة كانت ما تتصور يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين. نزحت والحمد لله حد زورت حد نقعت فاقة حد ما أدري يعني كل حد إيش شاركت وين شاركت؟ واليوم عندنا مسيرة بعد ما شاء الله. وين بتكون المسيرة؟ اليوم مسيرة في ولاية قريات العصر. نعم. المساء تكون في المسيرة. من وين بتنطلق إن شاء الله؟ عشان الناس اللي تحب تشارك تنطلق من مكتب الوالي. نعم. إلى المنتزه. آه نعم. المنتزه قريات. نعم. وبتكون كشختك ما شاء الله كذا يعني يمكن ما نقدر نمشي نحن الله يعطيك العافية. شياب ما نقدر نمشي خلي الأولاد يشاركوا نحن معهم والحمد لله رب العالمين. الله نسأل الله أن يديم الفرحة علينا إن شاء الله. نعم. نسأل الله أن يطول في عمره الحمد لله رب العالمين. الله. حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. الله يحفظك. الحمد لله على سلامتك يا استاذ. والد احنا بس حبينا نسلم عليك. جزاكم الله خير. وشاركنا هذه الفرحة. تشرفنا صراحة. وتبارك لنا هذا المكان. هذا واجب علينا وشرف لنا. جزاكم الله خير. واجب علينا وشرف لنا يعني. الله يخليك. احنا نشارك في الأشياء هذه. الله يخليك. وجزاكم الله خير. ما قصرت. الحمد لله. ما قصرت. ما قصرت. كل الشكر للوالد مسعود بن سالم بن سليم الجابري اللي نور برنامجنا في هذا البث المفتوح حتى نشارك هذه الفرحة ويشاركنا كذلك ويشارك المشاهدين ب عودة مولانا حضرة صاحب الجلالة. مشكور الوالد. أحسنت بارك الله فيك. ما قصرت. الله يعطيكم العافية. والصلاة والسلام. فاصل وراجعين. الله يعطيكم العافية. أحسنت. أحسنت. حياك الله.
ربي يسعد مساكم مشاهدينا الأحبة، معكم في هذه الفترة المفتوحة ننقل لكم حب عمان، حب هذا البلد الذي غرس فيه قائد حب الوطن، وحينها أدركنا أن حب الوطن هو حب قابوس معظم أدامه الله وأطال في عمره وأدام البسمة على محياه. وإن شاء الله دائما دعوات تتواصل وتظل من قلوبكم تضج بالسماء في صلواتكم في كل حين. الأمهات دعوة الأم دائما مستجابة، يعني الأم إن دعت تدعي بقلبها ودمعتها خير، دليل على ذلك من لحظة شوفتها لمولانا المعظم واصلوا على الدعاء. حتى الأطفال دائما يرددوا يا ربي يحفظ لنا مولانا، إن الشيد السلطاني هو بحد ذاته في أول بيته الكل اليوم يردده هو دعاء، فدائما الدعاء ثم الدعاء يبقى خير ما نقدمه للسلطان إلى جانب البناء وإلى جانب الوفاء والعطاء لهذا البلد. فكل ما قدمه هذا الرجل العظيم هو للشعب وللوطن، فيجب بالفعل أن نحافظ على عصمة بعضنا البعض وعصمة هذا البلد، ونحافظ أيضا على هذا البلد ومنجزاته. نتواصل معكم ونعود إلى أصواتكم الطيبة ونقول مساء الخير. مساء النور، حياك الله من معنا. كيف الحال؟ الحمد لله نشكر الله. عساك بخير اختي. الحمد لله، انت شخبارك؟ عساك طيب الحمد لله. اسمك الكريم، تفضل من معي. بغيت اهني لو سمحتي، بس ممكن تعطيني اسمك؟ اسمي سعيد بن سليمان بن الغفير المهدوي. تفضل اخوي سعيد، اسمع تهانيك. والله اهني عن جميع سكان ولايه منطقه الدخله كافه، اهني وارفع التهاني والتبريكات الى مولاي حضره صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه. نعم. ونحمد الله ونشكره على فضله وعطاه الذي رجع لنا مولاي حضره صاحب الجلاله مولاي وابي وتاج راسي. نعم الله يديمه. والله لو نبكي لو نمشي ونبكي ان بام موصي هذا الرجل حقه ابدا ابدا ابدا. بالضبط، صدقت. هذا عيون عيون الذي يشوف النظر اللي يشوف فيها ويشوف فيها قابوس. الحمد لله رب العالمين. النبض اللي يقبض من قلوبنا نبض قابوس. صحيح، صدقت. نتمنى له الشفاء العاجل، نتمنى له الشفاء العاجل. روى عنا 8 أشهر حاسب ان كنا عن 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 100,000 سنه. بالضبط، صدقت. نقول الحمد لله يوم رجعنا، نحمد الله ونشكره. نحمد الله ونشكره ونرفع الكف الى الله عز وجل ان يحميه ويحفظه ويرعاه ويسلمه من كل شر. امين يا رب العالمين. تسلم. وهذا نشكر الله وسبحان الله اختي. مسموح، مشكور على اتصالك الطيب. الله يحفظك. الله شكرا، جزاك الله الف خير، استودعتك الله، مع السلامه. ومكالمه اخرى، السلام عليكم. عليكم السلام. الو. الو اهلين، حياك اخوي، تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله، انتم شو اخباركم مع هذه الفرحه الطيبه؟ الحمد لله، الاخبار طيبه والحمد لله وشعور لا يوصف. وأهني نفسي وأهنيكم وأهني الشعب العماني كافة بالقدوم وبسلامة مولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم. الحمد لله. أنا معكم سلطان بن حمود بن عامر البرطماني، بقيت أشارك بأبيات بسيطة اللي هي مشاركة. تفضل أسمع. حتى أن تنال على إعجابكم وإعجاب المستمعين إن شاء الله. تفضل. يقول: يا قصيدي بيتجمل هات من الجزر الفريد، لا خير فيك إن ما تجمل موقفي عند الوعد، هذا الفخر عالي القدر هذا المعظم بن سعيد قابوس، لا من قلت اسمه لطت بروق ورعد، هذا الزعيم هذا الكريم عديم من مثله فريد، هذا العدل قول وعمل هذا الفعل هذا السعد، هذا الحكيم هذا الفهيم راعي الراي السديد، هذه الزعامه بطلها ومخلفه من ورث جد، نقوه سلاطين العرب اهل السمو آل السعيد، مجدن يتجدد كل قيله من اللب والعهد الولد، هذه مقان هذه عمان تاريخ والمجد التليد، بالخيل والسيف الصقيل وبالفرنسي والكند، في البحور وفي البرور اثارهم في كل بيد، حد وحديد بس شديد اهل الثقه والمعتمد، هذا جبل هذا سهل هذه نخل شامخ جريد، يا خير دار تنبت احرار عز وقار عون وسند، هذه عمان امن وامان في عهد قابوس المجيد، من عام هالسبعين مجده لين هالحين وبعد، ترف البرايات الفخر في كل يوم في جديد، كل يوم كل يوم انجاز وكل يوم مجد ينولد، تحت ظله دام عزه ونحن في خير ومزيد، قابوس لا منه وعد ينجز يوفي بالوعد، في قلوبنا موجود روح وسافر احداث بعيد، هو نور شمس للوطن في غيبه الحزن استبد، 8 أشهر غيابه كانها نار وقليد، فيها الشرايين
في هالشرايين اجمدت وقلوبنا له تتقد، في شوفته في عودته كنا علينا يوم عيد. يا كم عينا دمعت من الفرح في يوم رد، في يوم درق على المدرج كانها الحظ السعيد، كانه نزل عقلوبنا من الفرح طش وبرد، بين الاماني والتهاني بالقصيد والنشيد. ابشر يا قابوس يا عمان غني بالسعد، يعله مشافه يوم عافى ويا عسى عمره مديد. ويبقى لنا ظفر وفخر من براس عز للابد. آمين. مهما سوينا وفعلنا او كتلنا من قصيد، مستحيل انه في حقوقه لو صنعنا ما يسد. يا سيدي قابوس وعدا بالولا لك ما نحيد، يا مكرم الانسان ومعمر وطن حامل بلد. وسوالم واسمه لي هذه ابيات، ولو انها ما توفي بحق مولاي صاحب الجلاله. تكفيت ووفيت بانك قلت اللي بخاطرك اخوي سلطان، شكرا على اتصالك الطيب، والكل يعبر بما تجود به انامله. عموما احنا لنا عوده ان شاء الله، ولكن بعد هذه الوقفه مع صلاه الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. منحتنا سلطانا كريما حكيما وسددت خطاه صراطا مستقيما حفظت به البلاد وأرحت بحكمه العباد وجعلته للسلام قائدا وللعلم رائدا اللهم فاحفظه بحفظك واكلأه بلطفك وسدد خطاه بحسن تدبيرك وصرفك اللهم بارك عمره في عافية واجعل رايته عالية واحفظه في كل حانية وناحية اللهم احفظه عدد ما أحبته القلوب وعدد ما ذكرت فضائله الشعوب وعدد ما شهدت بعطائه الدروب اللهم وفقه لكل ما يسعى إليه وكل منجز أقدم عليه وبارك في كل خير لديه إلهنا كل قلوبنا تضرع إليك في خشوع وكل حروفنا تتوسل في خضوع في كل غروب وطلوع أن تحفظ لنا سلطاننا في صحة وسلام وأن تجعله في سعادة على مدى الأعوام سعادة على مدى الأعوام
وأن تؤيده بالحق وأن تؤيده بالحق وأيد به الحق والإسلام وأيد به الحق والإسلام اللهم اجعله للمسلمين حصنا حصينا وللدين ركنا مكينا ولعبادك معينا اللهم زينه بالحلم وانشر على يديه بساط المعرفة والعلم وابسط بحكمه وحكمته فيوض الأمن والسلم اللهم إنا نجعله في عينك لتحرسه ونجعله في حماك لتؤنسه ونجعله في هداك لترشده ونجعله في غناك لتسعده ونجعله في غناك لتسعده إلهي إلهي نحمدك اللهم على كل خفقة أمان ونشكرك على ملء نسمة اطمئنان ونثني عليك على حفظك الأوطان اللهم احفظ بلادنا عمان اللهم احفظ بلادنا عمان اللهم احفظ بلادنا عمان لكم من جديد أحبتنا ولكم تحياتنا في هذا التواصل وهذه الفترة المفتوحة التي نتواصل فيها معكم وإن شاء الله يعني نحن معكم إلى الساعة الثانية ولكن من بعد الثانية فريق آخر يتواصل معكم وأيضا في الفترة المسائية الفرق كلها هنا بكل جد واجتهاد موجودة معكم لرصد الفرحة العمانية لرصد هذه السعادة التي أتت مع وصول جلالته وهذا الوصول لامس قلوب الجميع الصغير قبل الكبير والكل شارك في هذه الفرحة والكل عبر عن مشاعره الجياشة والفياضة وما زال الكل أيضا يستمر في هذا التعبير لهذه المناسبة التي تركت بصمة في تاريخ السلطنة والكل منا له طريقته وفي هذا البث لنا زملاء بلغة الإشارة هم يتحدثون من فئة الصم لهم طريقتهم في التعبير عن حبهم وعن مشاعرهم أيضا الزميل السلطان العامري معنا إليه ننقل له الصورة والكلمة ومعه أيضا ضيوفه فلك الكلمة أخي سلطان شكرا شكرا جزيلا للأخت سوسن وهذا التواصل في أيضا برنامج اليوم عن ما يكنه من مشاعر موضوعنا عن فئة الصم كنا سابقا عندنا ضيوف اثنين والآن لدينا من تقريبا أعمار صغيرة من الصم كيف هم يعني ترعرعوا وكيف كبروا في هذه الأرض الطيبة ما هو الشعور الذي يكنوه اتجاه مولانا حفظه الله ورعاه طبعا نسلم على ضيوفنا ومعنا في البداية راشد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أشكرك أخي سلطان على هذه الاستضافة الجميلة في تلفزيون سلطنة شكرا جزيلا لك وأيضا معنا الطفل بشار هذه إشارته وما شاء الله عليه نسلم عليه أيضا
السلام عليكم بشار. ما شاء الله عليك أخي سلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هذه الاستضافة الجميلة في تلفزيون سلطنة عمان، وكأنك مذيعة متألقة جدا، رائع رائع، وأنا سعيد ومسرور بلقائك. آه جميل جميل جدا. لا حلو حلو جميل، إشاراته رائعة، أنا أحبه كثير بشار، وأحب إشارته الحلوة أيضا. سؤالي الأول لموضوع الأطفال، لما يعني هم يعني نعتقد كلنا أن احنا أو والدنا هو جار سلطان، وكيف نكن أو ما هو الشعور والإحساس الذي كنه كل أصم تجاه مولانا حفظه الله ورعاه، ورح نستفسر منهم كل هذا الشعور وكل هذا الإحساس. نعم الكل يكن الحب والمحبة لمولانا حضرة صاحب الجلالة. نعم الآن نستفسر ونستخرج منهم هذا الإحساس من خلال ضيوفنا اليوم. بنسأل الأخ راشد عن وصول مولانا حضرة صاحب الجلالة. كل الناس فرحت، أنتم الشباب الصغار كيف سمعتم؟ ما هي إحساسكم الذي بدأ عند وصول مولانا حفظه الله؟ نعم نحن نفس الأشخاص الأسوياء طبعا عندما شاهدنا مولانا حضرة صاحب الجلالة وهو قادم على الطائر الميمون، طبعا قبلت أمي وأبي. نعم نعم بسلام. أنت شاهدت كيف لما وصل مولانا بالطائرة من نعم نعم شاهدت. أيضا سؤالي التالي للطفل بشار. نعم الأطفال أما هل تعتقد أنهم يعني لديهم أيضا هذه المشاعر نفسها؟ أنت إشارتك هكذا بشار، صاحب الجلالة لما وصل إلى أرض الوطن، أنت كيف أحكي لنا كيف كان شعورك؟ هل هناك اهتمام أم لم تهتم بالموضوع لكونك لا تدرك هذه المشاعر؟ كيف شاهدت والديك أيضا؟ تحكي لنا القصة كيف حدث ذلك. مولاي صاحب الجلالة غاب عن أرض الوطن لمدة 8 أشهر، وكنت حزين جدا، حزين حزين لا يعلم الله عز وجل. وأنا كنت أفكر دائما أفكر متى يعود مولاي صاحب الجلالة إلى أرض الوطن، وصار الموضوع أكثر من 8 أشهر وأنا أفكر ودائما أفكر وحزين ومشغول بالي دائما متى يعود صاحب الجلالة. عندما شاهدت التلفزيون ومولاي ينزل من الطائر الميمون كنت فرحان وسعيد، شعور لا يوصف حقيقة، وسجدت لله عز وجل، سجدت شكر لله عز وجل على سلامة مولاي حضرة صاحب الجلالة وعودته للوطن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظ مولانا الله يحفظ مولانا. شكرا شكرا، الحمد لله على سلامة مولاي. نعم نعم ما شاء الله عليك يا بشار. نعم كنا مع بعض، نحن والأسرة مع بعض جالسين في البيت، بعدين حضنتهم بالأحضان، وطبعا طلعنا في المسيرة مع الأسرة، كلنا الأسرة طلعنا إلى مسيرة، وكانت سيارات زحمة بازدحام كثير جدا، والحمد لله أنا فرحان كثير لعودة مولاي صاحب الجلالة إلى أرض الوطن. نعم 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 الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنه وحد كل الناس، وأيضا أعطانا هذا القائد المعظم حفظه الله ورعاه، وأن ندعو له دائما بالصحة والسعادة، وأن نكون فاعلين تجاه هذا الوطن مثل ما شاهدنا الآن بشار كيف هي سعادته، كيف عبر عنها. يعرف لابد من الجميع أيضا أن يتواصلوا مع الصم ويدركوا أيضا مكنوناتهم بحيث أن لا يكونوا معزولين. أيضا سؤالي لبشار أيضا، أنت في المدرسة، مدرسة الأمل للصم، هل هناك عملتوا مسيرة في المدرسة؟ نعم نعم عملنا مسيرة في الطابور الصباحي ورفعنا الأعلام، وكان السلام السلطاني بلغة الإشارة، فرحة لعودة مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وقمنا احتفالات، وكان جميع الصم سعيدين مبسوطين كثير
لعودة مولانا، وكان حفل رائع جدا جدا، وأنا سعيد ومسرور مسرور على عودة مولاي صاحب الجلالة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أيضا سؤالي لراشد، نعم، ما هي يعني المشاعر الجياشة والكبيرة هذه والحب الكبير لمولانا حضرة صاحب الجلالة، كيف هي؟ أنا أهدي لمولاي صاحب الجلالة، وأيضا أرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمولاي وعودته بالصحة والعافية، والله يمن عليه بالصحة والعافية دائما لخدمة هذا الوطن. هل هناك أيضا تسهيل للخدمات الخاصة بالصوم كونكم أنتم أصوم؟ نعم، هل هناك نعم تسهيل؟ دائما دائما في تسهيلات وخدمات تقدم للأشخاص والإعاقة السمعية. نعم، عندما تكبر هل لك أهداف معينة في؟ نعم، أفكر في مستقبلي وأدرس وأكمل تعليمي العام وأيضا التعليم الجامعي. ما شاء الله ما شاء الله، وإن شاء الله كلها هذا دعم من المؤسسة من الحكومة أيضا. طبعا يفكر راشد أنه في المستقبل لا يعني يكون له أهداف في المستقبل بحيث أن يكون ذات يعني إمكانية وقدرات عالية لخدمة الوطن، وبحيث أيضا يعني يتمكن من الإنتاج داخل الوطن ويكون قادر على المساهمة في المستقبل. أيضا بالنسبة لبشار يفكر في طبعا مولانا حضرة صاحب الجلالة أهد الصوم الكثير من الأشياء، من ضمنها نادي الأمل، الصوم، الجمعية، المدرسة، التعليم، كل ما يخدم الصوم. نعم، والسامعين أيضا. نعم صحيح، نعم، هناك أشياء كثيرة. ماذا يعني الآن نحن زينا الوطني، ثقافتنا موجودة الحمد لله. نعم، مولاي صاحب الجلالة غرس فينا هذه القيم والمبادئ والاهتمام دائما بزينا الرسمي، دائما كان الأب الأول، الداعم الأول، مشجعنا دائما باستمرار. نعم، نحافظ على زينا، على ملابسنا، على عاداتنا وتقاليدنا المستمرة. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. نعم، صاحب الجلالة عندما تولى الحكم في 1970 إلى الآن كم سنة؟ 45 عام من عمر النهضة المباركة الحمد لله. في 23/3 نحن الآن وصل مولانا، ولكن في المستقبل أنت شاب صغير الآن، في المستقبل مولانا قدم الدعم الكثير، أنت ماذا تقدم؟ ماذا تفكر؟ نعم، دعمنا دائما مستمر ومساعداتنا دائما مستمرة، وأنا أفكر دائما لتكوين أو خطة لمستقبلي دائما لتكميل الدراسة الجامعية وأيضا لأعمل لخدمة. نعم، وطني. نعم، أنت أيضا راشد، أنت سافرت دول الخليج أم فقط هنا في عمان؟ كيف تجد هناك فروقات معينة أو شيء؟ نعم، سافرت إلى دول، لكن الحمد لله معنا. نعم، استقرار وأمن. هل هل هل, هل بالنسبة هنا في عمان كيف تجد الدول أو اللي ساعدنا؟ نعم، مولاي صاحب الجلالة دائما باستمرار. نعم، هو يقول طبعا راشد بالنسبة لأرض أن نخدم الأرض التي أحيينا فيها، ترابها أيضا، تنمية، كل ما من شأنه أن نحيا حياة سعيدة وأن نحافظ على كل المنجزات بحيث أن نرتقي بالإنسان، بالأرض، بكل شيء، بحيث أيضا نحافظ على أرض الوطن بإذن الله تعالى بقيادة مولانا. أشكر ضيوفي بشار وأيضا راشد المعمري، أشكرهم على تواجدهم معي، وأن أن تكون هذه الذكرى خالدة في نفوس الجميع. الآن فقرتنا الصمح انتهت الحمد لله، ونشكر كل من ساهم في هذه الحلقة، وأيضا ندعو لمولانا حضرة صاحب الجلالة بالصحة والعافية، وأن نتكاتف جميعا، وأن تكون هناك الفرح والمسيرات، ونرسم السعادة على الجميع بإذن الله تعالى، وأيضا ندعو أن يحفظ مولانا. والآن نشكر أيضا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على إتاحة كل الفرص وكل الإمكانيات للصم، من موظفين، من مصورين، من كل الطاقم القائم على مساعدتنا إحنا الصم وإظهار كل مكنوناتنا وأحاسيسنا في كل البرامج. نشكركم وإلى اللقاء.
شكرا لك أخي سلطان العامري، شكرا أيضا لضيوفك وعموما البرنامج لكم، واليوم هو لكم، اليوم هو لكل مواطن. هذه الأيام هي للجميع للتعبير عما هو في قلوبهم، وهذا حق من حقوقهم، فالحب كبير والمعاني كثيرة وتبقى سامية، ولكن الكل يريد أن يعبر بطريقته. أهالينا في محافظة جنوب الباطنة في ولاية مصنعة أيضا هم حبوا أنهم يعبروا عن حبهم، يحبوا أنهم يعبروا عن الولاء وعرفانهم أيضا لقائد النهضة وبانيها من خلال مسيرة أخرى أيضا خرجت، وحشود كبيرة أيضا خرجت من مختلف الأعمار من مختلف الفئات والجهات، تنظيم جدا رائع. وكحال تقريبا باقي الولايات أيضا هنالك أهازيج عمانية وفنون عمانية أخرى، إلى جانب مجموعة أيضا من الخيول والجمال رافقتهم في هذه المسيرة. فهذه الصور هي أبلغ عن أي كلمة أنا قد أقولها لأصف هذه السعادة في عيونهم. مقولة تقول اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن هذه المقولة أبدا لا تتماشى مع العمانيين وقائدهم، يعني انعكست المعادلة تماما، لأن غياب مولانا خلال هذه الفترة الماضية كانت كفيلة أن يكبر الشوق وأن يكبر المكان في قلوب العمانيين. هذا الابتهاج اللي احنا نشوفه للعمانيين، مسيرات الولاء والعرفان، خرج الصغير والكبير وأثبتوا أن الحب كبير لقابوس المعظم، والحب أكبر أيضا لباني عمان. من يحب يعني تكلموا كثيرا طبعا عن العمانيين، وضرب بهم المثل بأنهم أهل جود، أهل كرم، أهل عطاء، ولله الحمد ونحن نفتخر بذلك. لكن هذه المرة للعالم نقول نحن أهل وفاء وأهل كبرياء وغرور بسلطاننا قابوس المعظم. هو غرور طيب، يعني نحن نتباهى بمولانا المعظم، وإزكي خير مثال أيضا مثل ما شفنا قبل قليل من صنعاء الآن في إزكي صور مباشرة لمجموعة من الحشود أيضا خرجت لتضم صوتها إلى صوت العمانيين أجمع.
في تصويرنا لو تشاهدوا يعني أبعد مدى ما قد نجده لن نجد فراغ، نجد أيضا بياض أو سواد لنساء أو رجال، الكل يتباهى والكل خرج بقلب واحد وبنبض واحد هو نبض عماني. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سلطاننا من كل سوء ومكروه، وأن يحرسه بعينه التي لا تنام، ويحرس هذا الشعب الأبي الوفي. نتواصل أيضا مع أصواتكم وسماع مشاركاتكم الطيبة معنا. مريم، السلام عليكم يا مريم. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا بك زوج، شخبارك؟ كيف الحال؟ الله يسلمك. الحمد لله حبيبتي. أولا أنا أهني نفسي، أولا أهني نفسي. نعم. بهلال، بعودة هلالة السلطان غابوس. الحمد لله. اتصالك من وين مريم؟ من بوظبي. من بوظبي. كيف أهلنا في الإمارات؟ نعم. كيف أهلنا في الإمارات؟ الحمد لله، الفرحة عامة. الله يطول لي بعمرك. الحمد لله. زرت السلطنة قريب؟ طبعا، هذا دائما مش قريب. زين، أتمنى أنك تزوريها هذه الأيام وتعيشي هذا الإحساس. كنت أتمنى، أتمنى، لكن الامتحانات الأيام وظروف صعبة، ولا ما يرجعني شيء عن لك الأجر إن شاء الله. في نفس الوقت أنا متابعتكم من تاريخ 23/3. الحمد لله. من لحظة وصول 23/3 هذه لا ينساها التاريخ أبدا. نعم، أبعد أبدا ما ينساها التاريخ. الحمد لله. إحنا وأنا أهني نفسي ثاني مرة واحنا نهنيك. شعب عمان، واهني شعب الخليج بعودته الغالي طويل العمر، الله يعطيه العافيه والعمر المديد. امين يا رب العالمين. يا رب العالمين. ونحن وانتم واحد. صحيح، صدقت. ما حد يعني ما حد غريب عن الثاني. صحيح. نحن بيت واحد، بيت موحد واحد. صح. غابوس في عيوننا وفي قلوبنا. غابوس، انا كنت في يوم من الايام، كنت تاريخ في امريكا قبل شهر، في 23/23/2/1. زين. كنت في امريكا وولدي حط اغنيه عبد المنعم العامري، كان يغني غابوس تهداك كل عيون. في اغنيها عبد المنعم العامري. كنت يعني ما تعرفي كيف شعوري هذيك الاغنيه، ولين الحين كل ساعه واحطها، كل ساعة وأنا أحطها هذه الأغنية. إذا ما تعرفونها الحين حطوها وشوفوها، ولازم الحين تحطونها إن شاء الله. حطونها علشان نحن نسمعها كلنا. إحنا بالفترة فرحانين ومشاركينكم الفرحة. والله إحنا تسعدنا هذه المشاركة، وإحنا إخوان. والله خلي غابوس وما غريب عليكم. والله يهنيكم غابوس، يمد الله في عمره ويعطيها الله الصحة والعافية إن شاء الله. آمين. يخلي لنا ويخلي لكم. آمين يا رب. كلها فرحانة بغاية. آمين يا رب العالمين. هذه العودة والحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وأنا متابعتكم واللحظة إلى الساعة 4-5 الفجر، إلى النوم يهريني خلاص يعني. على رأسنا. الساعة 4-4:30 وأنا عند التلفزيون. على رأسنا من فوق حبيبتي مريم، ما تقصرين. مقدرة لك هذه المشاعر. تسلم. السعيد اللي اعطيتوني اياها اني اتكلم يعني واعبر عن شعوري لكم. ونحن اسعد صدقين، وهذا الاتصال يمثل كل اخواننا ايضا في الامارات، واحنا اخوان واحنا اهل، والخليج واحد، والعرب ايضا واحد، واحنا شاكرين لكم بامانه ومشاعركم واصله. ما تعرفي شعور يعني
الامارات كلها، بعدين لو تكلميني وتاخذين رقمي هاي عندك وتكلميني بعلمك من اللي فرحان، وثلاث ايام من الفرحه اكل مكان ناس يعني عالين المستوى، ما اقدر اقول لك اياهم على البث المباشر. ان شاء الله. شكرا لك عزيزتي مريم. شكرا شكرا حبيبتي، احسنتي، طول بعمرك، ما قصرتي. بامانه احنا نشكر كل الاحباء اللي حتى ما قدروا انهم هم يتواصلوا معنا، وعموما احنا ملاحظين في مجموعه من الاحباء المقيمين في السلطنه خرجوا في مسيرات عده موجوده في مختلف ولايات السلطنه حبا منهم للتعبير عن امتنانهم لهذا الوطن. مكالمه اخرى، السلام عليكم. الو. ايوه مساء الخير. كيف حالك امي؟ انا الحمد لله، انت شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه. بغيت اهني مولاي صاحب الجلال بعود تسال من غالي يا رب. يا الله امين. الحمد لله. اهني مولاي صاحب الجلال حبيبتي. الحمد لله. الله يعطي العافيه يا رب. يا الله الله يعطي العافيه ويخلي بدل العمر عمرين لنا يا رب. يا الله امين يا رب العالمين. الله يعطي العافيه تاج الفخر ذاك ابو عيالنا، امي وابونا واخونا ووالدنا وولدنا. الحمد لله. شيخنا وسلطاننا وكل شيء لنا. الحمد لله. من وين امي؟ الله يعطي العافيه عمي. من اسمك؟ من وين تكلميني؟ اسمي محمود العلوي منصور. سابقا انتقدنا يوم طالع على الشاشه قبل 3 شهور 4 شهور تكلمتكم لو سمعني لنا. هي الحال كلنا سمعنا. زين انا اسالك سؤال. يا رب يا الله تاج الفخر. الله يعطي العافيه يا رب. يا الله امين. والله بغيت الله فخر يا رب. يا الله امين يا رب العالمين. تسمحي لي؟ الله فخر يا رب. يا الله تاج الفخر يا رب. يعطي الله العافيه يا رب. امين ان شاء الله. خلينا اياه يا رب. عافيه ربي من سمع ريول لي راسه. امين يا رب العالمين. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه حبيبي. عشتي عصر النهضه؟ واكبتي 23 يوليو؟ صور وايد في احتفالات، وايد وايد احتفالات ما شاء الله. مره بالليل شفناها في الطايره نازل على طول طلعت سيايير من فايع. الله يديم الفرحه ان شاء الله. هاي الاحتفالات ان شاء الله الله يديم له يا رب. يا الله راعي الفرحه. الحمد لله. مشكوره الوالده ما قصرتي. مشكور حبيبتي. مشكور امي. تسلمي الغاليه. بغيت اهني تاج الفخر. الحمد لله تهانيك. وصلت وصل صوتك ووصل احساسك ووصل قلبك. مشكوره. تسلمي على هذا الاتصال. كان ودي اني اخذ منها اذا كانت هي فعلا من الناس اللي عاشت 23 يوليو واليوم مره ثانيه عاشت 23 مارس. هذا الاختلاف في الزمان ولكن المكان واحد والرجل واحد والعظمه تبقى له بكل اجلال. عموما نتواصل معكم ان شاء الله حتى الثانيه، والان الوقفه والكلمه في الاستوديو الاخر مع الزميل عبد الله. وعبد الله معك ضيفك اكيد. سلام الله للقائد المفدى ولهذا الشعب الأبي في فرحة والدنا الغالي سيد عمان جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام فرحة هذا البلاد من أقصاها لأقصاها، وزي ما قلنا لكم احنا من خلال هذا البرنامج المفتوح وعبر البث الحي والمباشر من استديوهات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لنقل فرحة هذا الوطن وفرحة هذا الشعب. وقعد ناخذ في كل وقفة حوارية نماذج من المجتمع حتى نعطي نقدر انعكاس لمشاعرهم. الحين زي ما لاحظنا قبل شوي أول ما ظهر معنا عمر بن رحمة الله البلوشي وهو فنان تشكيلي، هو على جانب من خلال حوارنا معه يرسم صورة لصاحب الجلالة هي مرسومة في قلوبنا ولكن لها إحساس أيضا اليوم مختلف، وخاصة بعد عودته الميمونة بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن. أيضا بيكون للصورة مشاعر مختلفة من خلال الأستاذة داليا بنت محمد البسامية مصورة ضوئية. نقول مساء الخير وحياك الله. يا مساء الأفراح، مساء عودة قائد هذا البلد. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أنا سعيد كثير أن أجري معك هذا الحوار سادة داليا. شكرا جزيلا. واليوم احنا ممكن السؤال هذا مهما تكرر ولكن بتكون مشاعر مختلفة من آخر وشخص آخر. كمصورة ضوئية، كأم، كمرأة تنتمي لهذا الأرض الغالية ولهذا القائد المفدى، وأيضا مشاعر وجودك داخل الاستوديو. أنت لك أكثر ممكن من ساعة لاحظت حتى تظهرين معنا على الشاشة، ولكن أكيد رصدتي مشاعر وحركة الاستوديو اللي موجودة معنا. أعطيني لحظة الوصول لحتى هذه اللحظة.
لحظة الوصول كانت لحظة ترقب، يعني ثمانية أشهر ليست بالفترة القصيرة. يعني مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتوقعات المستمرة، عاد أم لم يعد، متى متوقع أن يأتي؟ لحظة الظهور بعد صدور البيان كانت لحظة ترقب لي ولكل من في المنزل. كنت أنتظر حقيقة بشغف هذه اللحظة، لحظة رؤية صاحب الجلالة ينزل بخطواته المباركة لهذا الوطن. حقيقة لحظة لا توصف، اختلطت فيها المشاعر. كان ولدي محمد أكبر أولادي جنبي، فيعني أشعر حتى انعكاس مسألة أنه إحنا نشوف صاحب الجلالة ينزل من درجة طائرة، والحمد لله بصحة وعافية، يثبت لنا نحن كمواطنين يعني كنا في لحظات ترقب دائم، أن ننتظر هذه اللحظة بكل شغف، أن يكون بخير وسلامة. هذا كل ما نتمناه، هذا كل ما كنا ننتظره. فقلت الحمد لله رب العالمين. وكان ولدي نفس الحالة مثل ما ذكرت لك، في حالة يعني شكر وسجد لله شكرا. هي لحظة حقيقة تختلط فيها المشاعر بين السعادة بين البكاء بين الفرح، هي لحظة لا توصف. مثل هذه الأحداث أستاذة داليا، من خلال يعني العادة كاميرا المصور أنه ممكن يعتمد على عدسة الكاميرا وخلاص وينسى العالم الخارجي، ولكن هنا في رصد من خلال العيون. نعم. مشاهد زي ما تفضلتي، الله يخلي لك يا محمد وهو اخوانه. نعم. شاهدتي هذا المشهد اكيد بتكون في الذاكره هذه. فعلا. بعد هذا اليوم مثلا المساء كان، الصباح ثاني يوم الشوارع، الناس، تبادل التهاني، وما زلنا احنا في هذه الافراح، وان شاء الله الله يزيدها ويبارك فيها. نعم. يا رب ان شاء الله. كيف من خلال الصوره لو بنرصد كذا مجموعه من اولا الصورة. طبعا العين هي العدسه. نعم. يعني مشهد نزول حضره صاحب الجلاله أقاه الله من سلم الطائرة وهو الحمد لله معافى، هذه لحظة لن تنسى. نعم. سيخلدها التاريخ. نعم. سواء تاريخنا نحن الشخصي أم تاريخنا إحنا في عمان بشكل. نعم. عام التقاطتنا نحن كمصورين. نعم. لأفراح هذا الوطن، يعني في البداية نشارك فيها كمواطن. أنت. نعم. في النهاية تتجرد من كافة مشاعرك. صحيح. هل أنت مصور أم معلم؟ نعم. تبقى أنت الإنسان العماني المنتمي لهذا. نعم. الوطن. خروجنا في هذه المسيرات، تواجد الناس في الشوارع، الأهازيج، الأفراح، كل يعبر بطريقته، أكيد بتكون فرصة جدا مناسبة لي كمصورة فوتوغرافية وللمصورين الآخرين زملائي وزميلاتي لالتقاط هذه اللحظات. من خلال تجولي في مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت الكثير من المصورين تواجدوا في موقع هذه الأحداث، التقطوا التقاطات رائعة للطفل، للرجل الكبير في العمر، للإمرأة الكبيرة في العمر، لكبار السن، داخل المدارس، في المؤسسات، تجد الجميع مبتهج بهذه اللحظات، مبتهج بهذه الأوقات التي لا تنسى. هل التقطتي مجموعة من الصور خلال اليومين؟ والله في إطار المنزل إلى الآن الارتباطات، لكن في إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى بتكون هناك مسيرة. نعم. في ولاية السيف. نعم. فإن شاء الله تعالى مشاركة إن شاء الله بإذن الله تعالى سنتواجد. حابب تذكرين موعدها عشان اللي حابين يشاركون؟ هو حقيقة أنا لازلت أعرف أنه هي بتكون من فترة من فترة العصر بإذن الله. نعم. في حفل مسائي كذا. نعم، هناك حفل مسائي صلاح الزجالي وكذلك الفنان الوسمي. نعم. بس بعد المسير بتكون. نعم. لذلك أكيد بتكون هذه اللحظات هي فعلا لحظات اقتناص مناسبة جدا لنا كمصورين. نعم. زين هنا بين التصوير وما بين المشاركة في الفرحة، من اللي بيغلب على الثاني؟ مشاركة بالفرحة، لكن في النهاية المصور. نعم. يبحث عن التميز في الالتقاطة. نعم. يعني. نعم. التقاطتك لابد أنها تكون نوعا ما مختلفة. نعم. هناك من يلتقط الوجوه. نعم. هناك من يلتقط الابتسامة، هناك. نعم. من يلتقط الألوان نفسها. نعم. قد تجذب ألوان. نعم. العلم. نعم. الأحمر بالأبيض. نعم. بالأخضر. صحيح. هذه وحدها تشكل سيمفونية وتشكل. صحيح. لوحة تشكيلية ما ممكن أنك أنت كمصور فوتوغرافي أو حتى. نعم. إنسان. نعم. تتغاضى عنها. رصدك يكون في أي جانب بالذات من خلال المحاور اللي ذكرتيها؟ أنا غالبا أرصد الجانب الإنساني. نعم. وأرصد الجانب اللوني. نعم. التجريدي طبعا. عبارة سمعتيها خلال هاليومين وما زالت هي المتكررة وتحسينها هي اللي متصدرة، نقدر نقول حكمة صاحب الجلالة حقيقة. نعم. في اختيار التوقيت. نعم. 23 يوليو و23 مارس. نعم.
يعني التاريخ يتحدث هنا حقيقة. نحن نصنع هذا القائد الرائع يصنع المجد، يصنع التاريخ. ممتاز. فنحن لم نعيش 23 يوليو، لكننا نعيش أحداث 23 مارس. أنا سعيد كثير أن أجري معك هذا الحوار أستاذة داليا. كل الشكر لك الأستاذة داليا بنت محمد البسامية، مصورة ضوئية، نورتينا في برنامجنا هذا البرنامج المفتوح. أنا بس أستأذنك بروح عند عمر شوية أختم معاه هذه الفقرة. كل الشكر لك أستاذة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجميع ان شاء الله. جعل الله ايامنا عامره بالافراح. امين ان شاء الله. امين. انا بس اروح الى عمر ونشوف ايش راصد لنا اليوم. عمر شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. هذه اخر صوره لصاحب الجلاله، لحظه ركوبه في السياره. اي نعم. طبعا اخترت هذه الصوره لانها مميزه واساسا ما اتوقع في رسام الحين لحد الحين رسمها. فان شاء الله بتطلع بالنتيجه يعني ممتازه. زين انت الالوان الخشبيه اللي تستخدمها. ايوه. زين مشاعركم وانت ترسم صوره صاحب الجلاله وخاصه بعد 8 اشهر وخاصه صوره حديثه تعتبر هذه؟ والله هي لحظه خاصه ولازم يعني كل فنان تشكيلي او رسام يقتنص هذه الفرصه يعني ويبرز موهبته فيها. وتختلف يعني طرق التعبير، ولكن بالاخير هي تعبر يوم مخصص اللي هو يوم فرحة لنا. نعم. وفرحة للوطن. فأنا حصلت منفذ لي والحمد لله إن شاء الله بعبر فيه بشكل مناسب. كل الشكر لك يا عمر، يعطيك العافية. أنا بعطيك الفرصة أن تكمل هذه اللوحة. احنا نشكر مشاهدينا، نشكر أستاذة داليا، ونشكر كذلك عمر اللي بيكمل إن شاء الله جوانب كذا من تفاصيل هذه اللوحة. وإحنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين، لا تروح البيت.
عود السلامة أحد المشاعر التي تترجم حب عمان وحب سلطاننا أيضا، ومجموعة من الأعمال الجميلة لمجموعة من الفنانين الذين يبدعون أيضا في ألحانهم وفي اختيار كلماتهم وتصويرهم أيضا، إلى جانب إبداع الشعراء في نطاقات أخرى، والفنانين يبدعون بحالهم، والكل يبدع والكل يتحرك والكل يتحدث والكل يرفع يده تحية وإجلالا لمولانا المعظم، ويستحق هذا البلد ويستحق مولانا بعد هذا العطاء أرواحنا وليست فقط التحية بحد ذاتها. الأصوات الجميلة اللي نسمعها منكم أيضا هي أحد المشاعر الجميلة التي تترجم هذا الحب، ما شاء الله معنى الكلمة، تترجم هذا الحب الجميل الوافر من قلوبكم. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم مساء الخير. وحالك زينة ماما؟ الحمد لله زين، انت شو اخبارك؟ الحمد لله، نشكر الله. حبيبتي من معي؟ معش نصرة خميس بدو الوهيبي من دام الحاجر والعيد قريات. حياكم الله يا اهل قريات، شو اخبارك الوالدة؟ عساك بخير. الحمد لله حبيبتي، نشكر الله. قولي لي كيف شعورك لما شفت السلطان وهو نازل على هذه الارض الطيبة؟ حبيبتي من غاب السلطان من عمان وسار الخارج بقت الدنيا علينا، ما روما أقول ليش عنها كيف، حتى نعيد عيد الضحى وعيد الوطن، حتى نحن ما عارفين منسوي منقول، ومن عاد علينا عاد الله سبحان علينا، فرحنا والدنيا افتحت إن طالع شمس الضحى من الشمس من يعني السحاب، الحمد لله وضح علينا ما شاء الله عليه بالخير، الحمد لله ربنا كنا ناظرين مطلب من الله سبحانه، الحمد لله. الله يساعدي والله ينجي من كل شر ومن كل أذى. آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين، فتحنا مجال مدارس عمل حولنا، والحمد لله نشكرك الله سبحانه، بغيره هو ما نكون هنا. صدقتي. في الوطن عمان. صدقتي. الغالية أنت عشتي عصر النهضة، عشتي يوم النهضة 23 يوليو في سنة 70 ولا لا؟ عايشتي الفترة الماضية قبل 23 يوليو؟ كنتي موجودة؟ قبل 23 يوليو، يمكن بنتي ما رو ما أقول ليش. كيف يعني؟ لأن تعرفي شالين بأولاد وبيوت متحملين، وتعرفي الزمان. يعني أنت كنت من الناس اللي شهدت النقلة في هذا البلد، واللي شهدت السلطان كيف غير عمان قبل 70 وبعد 70؟ نعم نعم. الحمد لله، الله يعطيك طولة العمر. الله يعطيك طولة العمر ويبارك فيك. امين امين امين. مشكورة. والله يخلي جلالة السلطان، والله يعزه والله يدومه. امين يا رب العالمين، مشكورة. احسنت الغالي على هذا الاتصال، ما قصرت. اليوم ان شاء الله عندنا مسيرة في قريات. ان شاء الله، متى العصر؟ ان شاء الله. ان شاء الله. العصر هي والعصر من بعد صلاة العصر. الله يحفظكم ان شاء الله، شكرا على اتصالك، ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. تسلمي، مع السلامة. مع السلامة. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. أهلين، مساء الخير. مساء النور. حياك الله أخوي، شو أخبارك؟ كيف الحال؟ إن شاء الله نشكر طيبين. الله طيبين الحمد لله، سعيدين. مساء الأفراح، مساء المسرات. الحمد لله. من معنا؟ يعقوب عبد الله النصري. من وين يا عبد الله؟ والله يعقوب عبد الله. يعقوب عبد الله من وين؟ والله مولاية مصنعة. من المصنعة حاليا في العمل يعني. كنت مشارك في المسيرة، كان لنا نقل عن مسيرة المصنعة. اللي أنا اليوم في العمل طبعا، لكن في مسيرة كانت في الولاية وانطلقت طبعا من الصباح وإلى ميدان الاحتفالات، شارك فيها جميع الأخوة هناك في الولاية والفرق الأهلية، والحمد لله كانت مسيرة طيبة يعني. الحمد لله، والكل نشهد والكل طرب يعني. الحمد لله. زين يعقوب، بسألك اليوم بعد هذا العطاء من مولانا طوال 45 سنة، وبعد هذه السعادة اللي دخلت قلوبنا لما شفناه هو راجع لنا بالسلامة، إيش واجبنا إحنا كعمانيين وإنتوا كشباب أيضا تجاه هذا الوطن؟ نعم والله صراحة يعني بيني وبينك فرحة غامرة يعني من السبعينات، والكل الحمد لله رب العالمين، الكل في راحة والكل مرتاح يعني بفضل صاحب الجلالة، الله يطول لي بعمره يعني. آمين.
يعني ما قصر، عمل أشياء فوق اللازم يعني، والحمد لله الكل عايش في صحة وسعادة، الله يطول لي بعمره يعني. بعد كل اللي عمله السلطان، إيش اللي المفروض يعملوه الأبناء اليوم؟ والله المفروض أنهم يوقفوا مع البلد هذه يعني مثل ما هو وقف يعني، لازم الكل يتصاعد، الكل يكون موقف باسمه. صحيح. الحمد لله رب العالمين. يدا بيد إن شاء الله الكل يبني عمان يدن الحديثة. يدا بيد، نعم والحمد لله بيد. الله يطول بعمره يعني. أنا آمين. حبيت عندي كذا أبيات من زين، تعطيني بس خمس أبيات يعني، ما عليك أمر يعني. خمس أبيات ما عليك أمر، لأن الوقت بعدين بيدركنا وعندنا شوية طيب إن شاء الله. يلا تفضل. يقول بسطي بلادي وفرحي ذا يوم عيد، ونثري رياحين وورود ليته، فرحنا بشوف سيدي هو بن سعيد، ساعة نزوله من سلم الطايرة، يوم انتبادي شبهته هلال العيد، رب الإلهي لي رزقني شيفته، واطلب من الله يمد بعمر مديد، ويبقى لنا طول العمر بصحته، محفوظ مولاي وروحي لك شهيد، وسط المعارك ما نهاب بساعته، والله يا قابوس حبك عد دقيق يزيد، الرب يشهد يا مجيب بقدرته، انك عظيم الشعب ومن مثلك فريد، ومهما نقدم ما نكفي خيرته، واختمت ابياتي واختمت ابيات الشعر، ودي ازيد من الدعاء في كل خطوه مشيته. شكرا. منصور العفية ومسيرة الولاء والعرفان، نعود إلى استوديوهاتنا، والآن رح ننتقل إلى الزميل عبد الله السباح ووقفة أخرى في الاستوديو الآخر. شكرا لك سوسن، وشكرا وصول المشاهدين اللي قاعد يتابعونا من اول الصباح حتى نقدر نقول نهايه هذا البث المفتوح ان شاء الله خلال الايام القادمه. معنا داخل الاستوديو الحديث حول هذه الفرحه الدكتور محسن بن ناصر السالمي، استاذ مساعد بجامعه السلطان قابوس. حياك الله دكتور ونورتنا. حياك الله، ينورك. حياك الله. وايضا معنا ضابط اول طيار ماجد بن سيف البارحي، حياك الله ويا مرحبا فيك. مرحبا بك. حياك الله. اليوم بنتجول ما بين الاكاديميه وتجوال عبر الجو من خلال طيارنا، حياكم الله وزارتنا البركه، وكل عام وانتم بخير، مبروكين بهذه المناسبه العزيزه. الله يبارك حياتك ان شاء الله. حياك الله. الله يحييك. حياك الله دكتور. الله يبارك فيك. يا مرحبا، قول لنا مشاعركم. بسم الله الحمد لله. اولا انا يشرفني ان اتلقى هذه الدعوه الكريمه، تشريف دكتور، للمشاركه في هذه المناسبه الغاليه. والتعبير عن الشعور لا يستطيع البليغ أن يصف أي شعور لأي مواطن. نعم. وأنا لست من البلغاء، الله يعطيك العافية، ولكن يقال أن لسان الحال هو دليل عن التعبير. نعم. الحقيقي. نعم. لما يشعر به الإنسان في داخله. نعم. وأنا أقول بأن لسان حال العمانيين كلهم عبروا عن هذه المشاعر بصور متعددة. نعم. فمنهم من ذرفت عيناه بالدموع فرحا، ومنهم من سجد لله تعالى شكرا. نعم. ومنهم من أخرج البندقية، حتى النساء رأيناهن وقد أخرجنا البندقية يطلقن في الهواء ابتهاجا وفرحا. نعم. وهذه عادة عمانية موجودة. نعم. ومنهم من خرج في المسيرات، ومنهم من يعني تقدم القربات إلى الله تعالى بهذه المناسبة. نعم. فالتعبير بالفعل والواقع هو أبلغ من التعبير باللسان. نعم. صحيح. ولذلك كل من شاهد هذه العفوية الغير مصطنعة. نعم. يعني مما يميز
هذا الشعور أنه غير مفتعل نعم وغير مصطنع نعم صحيح وفي عمومه وغالبيته كان عفويا الحمد لله. ولذلك في بعض الأحيان العفوية قد تخرج الإنسان عن الإطار الصحيح الذي يعبر نعم به نعم نعم ولكن في النهاية هي فرحة نعم هي فرحة نعم فرحة. لكن لو كانت الفرحة بصورة فيها شيء من الأسلوب الحضاري نعم ترقى بهذا القامة التي يفرح بها أو يعني نبتهج بها نعم. كان يكون أفضل نعم شكرا دكتور أيضا يمكن أبا زف تحية وتبريك وتقدير للطيار الموجود معنا ونقول لك ألف مبروك على الماجستير الله يبارك حياتك ما شاء الله وما يدري أن أنا الأخبار فيكم ألف مبروك على الماجستير الله يبارك الله يبارك متى حصلت على الماجستير والله الماجستير خلصت تقريبا في شهر 10 وكان التخرج في شهر يناير في 2015 ما شاء الله لكن طبعا الفرحة كانت منقوصة وهو بسبب غياب صاحب الجلالة عن أرض الوطن بداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وأن أكون بينكم وهذا فخر لكل عماني بأن يعبر عن مشاعره المكنونة والحب الذي يكنه لهذا القائد الأب الحنون على أرض هذا الوطن المعطاء نعم. يعني إذا أنا بقول لك يعني الشيء اللي لاحظناه خلال الفترة الماضية يعني في كل وسائل التواصل الاجتماعي نعم. وحديث المجالس أن نعم. كل واحد يتحدث أن شيء حدث كبير بيحصل مع العلم أنه ما في كان أي خبر نعم. رسمي بهذا الشيء نعم. وكل واحد نبأ أن صاحب الجلالة بي أن نعم. حدث كبير بي نعم. والحمد لله رب العالمين تحقق هالشيء يعني أنا دائما أقول حال ربعي وإخواني أقول يعني هذا روحة صاحب الجلالة للفحوصات الطبية والعلاج يعني كأنه انفصال الروح عن الجسد مع نعم. العلم أنه الحاضر الغايب نعم. لكن أوصف المشهد وهو نزول طائرة نزوة على مدرج مطار مسقط الدولي نزول هذا الطائر وشبهه بالتقاء الروح بالجسد نعم. يعني كيف بجسد ما يحس بروحه كيف ما نحس بأبونا أو قائدنا الملهم لكل شاب عماني نعم. الملهم لكل مواطن عماني يعني أنا أذكر من ضمن أنتم مشكورين في الهيئة الإذاعة والتلفزيون يعني طلعتوا الخطابات نعم. القديمة والسابقة لمولانا المفدى ومن ضمن الخطابات نوه إلى شيء كبير أن من ضمن أولويات بناء الإنسان نعم. العماني صحيح. ونشهد أن بناء الإنسان العماني لأن اليوم أنت لما تروح خارج البلد كان في الخليج في الدول العربية في العالم الكل يشيد بالمواطن العماني الكل يشيد بأن المواطن العماني ذو أخلاق رفيعة وهذا طبعا ما من فراغ يا عن طريق توجيهات سامية من الكلمات من وزارة التربية والتعليم نعم من الإعلام نعم كلكم قائمين بواجبكم نعم الحمد لله نعم رب العالمين أنا ودي جانب أيضا ناخذه على المستوى الأكاديمي دكتور ما بين الطلاب أكيد استشعرتوا كثير من المشاهد وشفتوا كثير من المشاهد من خلال الطلاب إن كانت عفوية إن كانت تحضيرات إن كانت تحضيرات حتى الأيام القادمة لأن ما زالت الأفراح هذه مستمرة نعم ودي تعكس لي هذا الجانب بعد بيكون سؤالك بما يخص حركة الطيران كيف نعم دكتور ترى كما هو الآن الحال في كل مكان في عمان نعم وفي كل موقع الجامعة أيضا يعني شاركت هذه الاحتفائية وهذا الاحتفال حتى أننا استغربنا في اليوم المباشر التالي أن هناك حفلة في القاعة عندنا بكلية التربية ما شاء الله نظمت من قبل طلاب دون أن يكون هناك علم وأحضر فيها من يعني الأناشيد وفيها من الشعر وغير ذلك فكان أمرا مفاجئا في هذه الحالة يعني لم يكن مخططا من قبل أو معدل له وإنما كان عفويا الأمر الآخر أن حتى غير العماني يشعر بأنه منتمن إلى هذا البلد بما يتمتع هذا البلد من صفات حميدة ما يتمتع به هذا البلد من صفات حميدة نأتي الصباح ونتلقى التهاني كأنه يوم عيد من الأشقاء غير العمانيين فهذه تجدها مرسومة في العماني وفي غير العماني في الأكاديمي وفي الطالب فالجميع شارك هذه الفرحة وهم يحضرون إلى أشياء أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله صورة بالنسبة لكم وهذا سؤالي الأخير بالنسبة لك طير ماجد كيف انعكاسات هذا الجو خاصة من خلال زملائك في مجال الطيران الانعكاس يعني مثل ما نوه الدكتور يعني الكل ما بس الطيارين العمانيين طيارين الأجانب وكذلك جميع الموظفين من الجنسيات الأخرى يعني الكل محتفل بهذا الشيء يعني أنا حتى رحلتي كانت إلى جدة في اليوم الثاني فلا إراديا يعني أقول للركاب أهنئ نفسي وأهنئ الجميع بالمقدم السامي وحضوره يعني حتى أنا أقول لك أن كل حد لابس الوشاح وحتى الأجانب يعني لابسين صور صاحب الجلالة يعني هذين دل على شيء فدل
على حبه، وإذا تفاعل الطيران العماني مع الحدث يعني تم توزيع الحلوى والحلويات على كل المسافرين على مدى 3 أيام، ونفس الشيء في الشبكة العنكبوتية في صفحة الطيران العماني في تهنئة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهذا الموقع يدخل فيه يعني عشرات الآلاف من الناس اللي يلجون فيه، فإن دل على شيء أنا أقول لك تفاعلنا نحن كمواطنين يعني قبل أن نكون طيارين في الطيران العماني هو نابع عن حب عفوي من كل يديم. مواطن لهذا القائد لأنه ملهم ومحفز لنا كشباب عماني. الله يديم هذه المحبة ويحفظكم آمين. إن شاء الله هذا الوطن الغالي. شكرا للدكتور محسن بن ناصر السالمي أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس، وأيضا شكر موصول لضابط أول طيار ماجد بن سيف البارحي الحاصل على الماجستير. مشكور سعد الله، الله يخليك، يعطيكم العافية. وإحنا بدورنا بناخذ فاصل قصير وراجعين، لا تروحون بعيد.
ربي يسعد مساكم أحبتنا ويسعد أيامكم ويديم الفرحة في قلوبكم بعد عودة مولانا على أرض الوطن. الله يعطيه الصحة والعافية ويطول بعمره. أبشري قابوس جاء بها عمة الفرحة في عمان، الشوارع تتحدث والقلوب تدق فرحا والطرقات تبتهج وأيضا أصواتكم لها صدى في برنامجنا عبر مشاركتكم الطيبة، ومنها نسمع تهانيكم ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخوي، شخبارك؟ الحمد لله بخير، أخبارك؟ الحمد لله، نشكر الله. الله يعطيك العافية. أريد أن قابوس. بس عطيني اسمك. اسمي أحمد بن حميد السلام العامري. تفضل يا أحمد، أسمعك. حياك الله. أول شيء يعني سلطان قابوس العظم يحفظ الله ويقدمه إلى الوطن. نعم. إن شاء الله معافى سالم غانم إن شاء الله. آمين يا رب. أريد أغني شوية أغنية. أقول تفضل. قابوسنا حي ديسان، قابوسنا أهدين ويشينا هي سيغالي نايين واجين، أيدينا في سماج مدين يا مدين، أيدينا في شجر مبين أيدين، ويشيش مسيرة حيدين يا مدين، ويشيش ميت دال مدين يا مدين. هي دالي 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 دالي. أحمد، أعطيني الكلمات، إيش كنت تقول لأنه ما كان واضح. شكرا على مشاركتك يا أحمد، تحياتنا لك لأهلنا يا فيزكي. شكرا جزيلا، أحسن. وأيضا صوت آخر، السلام عليكم. يا مساء الورد، مساء الخير. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ سعيد خليفة البوسعيدي. من وين يا سعيد؟ من الخابورة. حياكم والله يا اهل الخابور. الله يحييكم، كيف حالكم؟ الحمد لله نشكر الله. تفضل. حابه اهني جلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بهذه المناسبه الطيبه الذي املات يعني عمان من اقصاها الى اقصاها. يعني كانت عمان في ظلام خلال 8 شهور الماضيه، وعندما اتى يوم الاثنين يعني نورت عمان من اقصاها الى اقصاها، حتى سبحان الله يوم الاثنين الصباح كنت انا ووالدتي يعني نسمع الاذاعه، فسوى العازي، فجلست انا يعني الوالده نبكي ونتذكر جلالته متى بيجي، وسبحان الله في المسجد. سبحان الله في نفس اليوم. أيوة. الحمد لله. ايوه الله يحفظه، الله يحفظه. آمين ان شاء الله. الله يحفظه. هني الوالده تبغى تتكلم بعد، نسمعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الحمد لله مسعيد، شخبارك؟ الله يعطيك العافية. جلالة السلطان الله يخليه، يبارك بعمرك إن شاء الله. والله يحفظه إن شاء الله، الله يحفظه. آمين يا رب العالمين. كيف وصل لك الخبر خالتي؟ كيف وصل لك الخبر؟ والله من شكل الإذاعة والتلفزيون، ويشوف سبحان الله فينا إحساس أنا والوالدتي نتكلم عنه. سبحان الله. يعني عبارة نتمنى وعبارة بالدعاء وكذي. صح. سبحان الله. سبحان الله، الحمد لله. الله تعالى كأنه يعني استجابلنا دعانا. الحمد لله رب العالمين، والدعاء واجب اتجاه هذا الأب. الله أعمان وطول بعمره إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. من يوم يعني استوينا وعبارة حضرنا الفوات، كل شيء متوفر الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. من المستشفيات، من الشوارع، من كل شيء الحمد لله. مشكورة الغالية مسعيد، ما قصرتي، جزاك الله على جزاك الله خير، مشكورة. في معنى اتصال ثاني؟ طيب، بدل الاتصال نروح إلى ولاية مطرح، وهناك جو استثنائي آخر مختلف أيضا تعيش هذه الولاية كحال الولايات الأخرى في هذا العرس الجماعي لعمان بالمقدم السامي لمولانا حفظه الله ورعاه، مسيرة أخرى تبتهج بها عمان ويبتهج بها أبناء هذه الولاية الجميلة. نشاهد. Thank you.
جميل جدا يعني ما تميزت به ولاية مطرح بهذا الحضور البحري، مسيرة بحرية بالسفن بالقوارب، الكل خرج وكل شارك في مسيرة هي منفردة عن أي مسيرة احنا شاهدناها خلال هذه الأيام. عموما من بعد هذه المسيرة الجميلة ننتقل للاستوديو الآخر والزميل عبد الله، لك الكلمة والصورة أيضا عبد الله. حلو عمان يا بلاد الغالية، يا زاهية دايما في كل عين. حلو عمان يا بلاد الغالية، يا زاهية دايما في كل عين. حلو عمان يا بلاد الغالية، دايما في كل عين. يا داني دين داني، يا داني الدين، يا داني دين داني، يا داني الدين. حلو عمان يا بلادي الغالية، مجد وحضارة ومبادي وافية، رايتها بالكون دايم عالية، قابوس أرسلها ساس المدين. حلو عمان يا بلادي الغالية، يا زاهية دايما في كل عين. وحلوة عمان يا بلادي الغالية، يا زاهية دايما في كل عين. يا داني دين داني، يا داني الدين، يا داني دين داني، يا داني الدين، يا داني دين داني، يا داني الدين، يا داني دين داني، يا داني الدين.
حلوة عمان يا بلاد الغالية، هذه من الأغاني الجميلة اللي تناسب يعني تناسب هذه اللحظة وفي نفس الوقت تلامس الوجدان بالفعل من خلال اللحن والمقام الفني وأيضا الأسلوب والأداء الجماعي. واليوم حبينا حتى ضيوفنا ما شاء الله تبارك الله كانوا قالوا احنا نخليها هذه الخاتمة، قلنا لهم لا 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 خلونا أول أغنية قبل ما نبدأ في الحوار معاكم. أول أغنية نرحب بالأستاذ والفنان فتحي بن محسن البلوشي مدير جمعية هواة العود، حياك الله يا مرحبا فيك. إلا قلت العود تأثر هو شكله زعل أيضا بالفنان الجميل وعازف العود الفنان زياد بن عبد الله الحربي، يا مرحبا فيك. وعلى آلة الكيبورد حبيب الشعب أبو البراء رائد بن عبد الحافظ الفارسي، يا مرحبا فيك أبو البراء. يا مرحبا وسهلا بك. اسلم لي هالأنامل. الله يسلمك. اسلم لي هالحس الجميل. الله يعافيك. أنا سعيد كثير أن أجري معكم هذا الحوار ومبروكين على وصول مولانا والحمد لله على سلامته. قل لي أنتم أمس عملتوا احتفالية ولك الكلمة. والله أولا شكرا لكم على تواصلكم معنا وأعطانا هالفرصة للتواصل والتعبير عن فرحتنا. فعلا إحنا يعني كلمة سعيدين قليلة فعلا، وكفنانين عمانيين كموسيقيين حتى بشكل عام. إيش أقول لك يا عبد الله، إحنا اللحظة اللي وصل فيها مولانا صاحب يالي كنا فرحين جدا وجالسين، انت عارف كل واحد جالس حاط في باله فكرة ان نعمل كيف بنعمل الحفل على طول. فأنا جالس أكتب الفكرة يعني البرنامج كيف يكون، ولا تجيني تهل علي الاتصالات كيف فتحي انت ما بتسوي لنا الحفل؟ قلنا طبعا ما يحتاج، والإخوان زياد رايد سالم المقرشي نقدم له تحية، كل التحية كلهم كانوا يعني سباقين بالفكرة، كنا يعني نفكر مع بعض ولكن كل واحد في مكانه سبحان الله. فالحمد لله قلنا اذا بنخليها خير البر عاجله. فعلا يعني قدوم مولانا صاحب جلاله هو فعلا يعني خلينا نقول نعمه على يعني يقول الله في كتاب اما بنعمة ربك فحدث. نعم. فاحنا فعلا يعني هذه نعمه من رب العالمين ان مولانا صاحب جلاله وصل بالسلامه وبخير والارض كلها مستبشره بهذا الخبر حقيقه. زياد كيف استقبلت الخبر وين كنت؟ والله ما أخفي عليك كنت في السيارة وكنت في طريقي في الشارع البحري من جهة عملي إلى المنزل وطبعا بدأت يعني الرسائل والتحركات والإشاعات مثل ما نقول كل كان يفكر إشاعات لكن جاني شعور كذا أنه هذه مش إشاعة يعني ولما شفت الطائرات الهليكوبتر تحوم في المنطقة كلها يعني جتني فرحة قبل إيفن يعني قبل حتى يعني ما سمعت الخبر الرسمي وكنت أنتظر بس الخبر الرسمي يعني كان شعور ما ينوصف يعني وبالفعل يعني حلوة عمان بس عمان اليوم أحلى الحمد لله بوجود مولانا حضرة صاحب الجلالة. أنا ما عندي وقت أبو البراء كلمتك كذلك بالنسبة لمشاعرك حول هذا الموضوع. هي مثل ما قالوا هو عموما عادة الوصف يعني أو المشاعر عبد الله ما تنوصف مثل هذه الأحوال. يعني في بعض الأحداث فوق المشاعر. يعني عندما نتكلم عن حدث مثل هذا وصول صاحب الجلالة السلطان قابوس وصف ما يعني حدث ما ممكن أن تسطره حتى أقلام أو تصفه مشاعر مثل ما يقال، لكن تظل الفرحة هي في القلب. القلب هو يعني أساس الفرحة، هو ملجأ هذه الفرح منه. خلاص عادت لعمان الفرحة وعادت لعمان البهجة وعاد لعمان السرور بوجود مولانا، وأنا أتمنى له دوام الصحة والعافية بإذن الله تعالى. مشكورين اللي موجودين معانا، أنا عارف ترى الوقت ترى قصير عندي كثير، إذا في أغنية ختامية جماعية ممكن تكون مع بعض ولا اذا ما في احنا بنشكركم لان عندنا ماده بننزلها في يعني ممكن حتى في اغنيه جميله مسويها زياد بهالمناسبه. خلاص الكلمه الختاميه عندك يا زياد. ايش عنوان القصيده؟ هي عمل قصيده لمقامك السامي من كلمات دكتور صالح من الحاني. تفضل ان شاء الله. شكرا استاذ فتحي، شكرا استاذ زياد، شكرا استاذ رائد، ونشوفكم على خير ان شاء الله. لمقامك السامي لمجدك للوفا نهديك قلبا
بالمحبة قد هفا. قابوس يا مولاي حبك عامر في كل قلب زاهر لك مرهفا. تعلو الأكف سخية بدعائها يا رب وإن عوف المليك فقد كفى. يا رب إن يهنأ تصح قلوبنا وتنال من صفو ابتسامته الشفاء. تعلو الأكف سخية بدعائها يا رب إن عوف المليك فقد كفى. يا رب إن يهنأ تصح قلوبنا وتنال من صفو ابتسامته الشفاء. لمقامك السامي لمجدك للوفا نهديك قلبا بالمحبة قد هفا. قابوس يا مولاي حبك عامر في كل قلب زاهر لك مرهفا. تهلل وجه البشر في حضرة البشرى وأعلن صوت الحق مقدمه جهرا. رأيت عمان اليمن والشعب إثرها بمقدمه الميمون قد سجدت شكرا. فسر يا سليل الأكرمين مؤيدا تحقق للأجيال أحلامه الكبرى. كل الحب والود لكم مشاهدينا الأحبة وين ما كنتوا على هذه الأرض الطيبة الغالية السعيدة جدا أو خارج هذا الوطن الغالي. نوجه لكم كل التحايا في دقائقنا العشر الأخيرة من هذه الفترة المفتوحة الأولى، ولكن هنالك فترات أخرى قادمة متواصلة على طول، مش بس اليوم إن شاء الله طوال الأيام القادمة، ونحن نعيش هذه الفرحة الجميلة وعشناها من خلال مجموعة أيضا من الأصوات اللي شاركونا أو حتى من خلال المسيرات اللي تم رصدها لبعض الولايات. أيضا هنالك رصد لبعض المغردين عبر هاشتاج أبشري قابوس. جاء ناخذ كذا لفتة ونقرأ كذا تغريدة لبعض المغردين معنا واللي حبوا أنهم يشاركوا معنا. من الشحية تقول لي مقامك السامي ولمجدك للوفاء نهديك قلبا بالمحبة قد هفا. يا مولاي حبك عامر في كل قلب زاهر لك مرهفا. سلمي منى الشحية على هذه المشاركة الطيبة. وأسامة الأميري مثل العماني احنا فرحنا بقابوس شروى فرحهم في سلامة خليفة جيراننا واخواننا وتوأم نفوس أهل السواري العاليات المنيفة. الله يديم الأخوة بيننا وبين كل دول العالم. ويكفي أن نقول أن عمان هي من أكثر دول العالم لها يعني علاقات سلمية عامة. الشاعر تركي الحبسي يا عمان نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العربي. أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء وسعدي والتقيه بالدعاء. آخر الأبيات في النشيد السلطاني المردد في كل لحظة وكل حين. عادل الشيدي الكبير والصغير يرسمون ملحمة جميلة في مسيرة السويق اليوم. بالفعل يعني شاهدنا بعض الصور منكم عادل وملحمة جدا كبيرة، لكم كل التحايا. عبد الله حمد القريني يقول مسؤولون 23 من مارس يوم خالد في حياة العمانيين وعيد من أعياد عمان. هذا الكريم ودروب الخير مسلكه وبالتواضع والمعروف. أنا ما واضحة عندي الكلمة فما راح أقولها لكن واضحة أتوقع. يتزر نعم يتزر مشاعر الفرح والطمأنينة تملأ قلوب المخلصين فرحا بعودة الأب. شكرا يا عبد الله، سلام على هذا البيت. أيضا سعيد الشمس يقول أهالي السويق صغيرهم وكبيرهم في مسيرة حاشدة ابتهاجا بعودة المقام السامي لأرض الوطن. لله دركم من رجال
تحية أيضا لكل الأشبال ولكل الأسود في كل الولايات ولكل نساء أيضا الرائعات. عمان تحتفل وستظل يا عمان نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العربي. أبشري قابوس جافل تباركه السماء. والسعدي والتقيه بالدعاء نكمل عليك سالم عبد الله الكندي، شكرا على هذه التغريدة. أيضا عبر هاشتاج أبشري قابوس جا جميل الشخصي يقول من حق كل مواطن أن يعبر عن سعادته بالمقدم السامي، وللسعادة طعم آخر عندما يكون شعارها تراب الوطن، ولك حق في ذلك أخي جميل. حمد البلوشي عظيمة حيلها الفرحة تبعثر شعب وتلمه، إذا بعثرت تبعثرت بحب ولمت بحب. شكرا على هذه العبارة الجميلة والتغريدة الطيبة. طارق الكيومي ما زالت أفراح أبشري قابوس جاء مستمرة، وما زال شعب عمان الأوفياء لقائدهم مستمرون في مسيرات إن شاء الله. يعني هذا المتوقع أخي طارق أنها تستمر حتى لأسابيع عدة وإن شاء الله تظل على طول. مي اليحيائي قابوس لو ننقش حروفه على الطين يصبح ذهب خالص على الراس ملبوس. الله رائع جدا هذا البيت، تسلموا. عندنا ياسر اليعقوبي يقول الكل يعبر عن فرحته بالمقدم الميمون ودامت أفراحك يا وطن. إذن هذه آخر تغريدة ناخذها، لكن إن شاء الله عبر هذا الهاشتاج إحنا راح يتواصل معنا الزملاء والأخران في الفقرات والتغطيات القادمة بقراءة مجموعة من التغريدات. فهذه الحين راح ناخذ أيضا منكم آخر مجموعة اتصالات نسمع فيها أصواتكم ومشاركتكم الطيبة معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي؟ سعيد محمد غانم الروشدي من ولاية إسحاق. تفضل يا سعيد. مبروك عليكم عودة والدنا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، بارك على الجميع يا رب. نعم، ونتمنى لها الصحة والعافية إن شاء الله. وحنا كنا طالعين من المسجد لما سمعنا الخبر وسجدنا لله تعالى في البيت أنا والأولاد، ركعتين لله تعالى على سلامة قائد المسيرة جلالة السلطان، ونتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله. والحمد لله عاد الناموس إلى عمان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شكرا لك أخي سعيد ما قصرت، شكرا على المشاركة. الله الله يحييك، فمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ معك موسى خميس سالم العبيدانة. من وين يا موسى؟ من الرستاق. تفضل يا موسى، خبرنا كيف أجواءكم وكيف أجواء الفرحة معكم في الرستاق. والله الأفراح طيبة والحمد لله. الحمد لله. نهني الشعب العماني ونهني جميع الدول العربية بوصول صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الحمد لله إلى أرض الوطن مشافى معافى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا أخي موسى، شكرا على هذا الاتصال. حياك الله. شكرا. معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ خدمة أخبارك؟ الحمد لله زين، أنت شو أخبارك؟ يا مرحبا حبيبي، الحمد لله. من معي؟ حبينا نسألك الفرحة مريم بطن مرتوق يعقوب بن عبري. حياك الله يا مريم، تفضلي. يا الحمد لله على سلامة الغالي. الحمد لله. ورجعت إلينا سالم الغانم. الحمد لله. وأتمنى من الله أن يكون دوم بخير، وإحنا بلا صراحة ما نسوي أي شيء. صدقتي. والحمد لله اليوم النور اشتعل، والحمد لله الفرحة عمت الجميع. الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله عسى ان شاء الله جنب خير ما يصيبوا بس. الحمد لله. واحنا صراحه فرحانين في عبر ما طايق الفرحه ما حد طايق لنا معنا. الحمد لله، الله يديم هالفرحه. الحمد لله. مشكوره الغاليه. عسى ان شاء الله جنب خير، واسمحي لنا اختي. مسموحه، بالعكس انا سعيده باتصالك حبيبتي، شكرا. تحياتي لهنا في عبري. تمام. مع السلامه. اتصال اخر؟ خلاص خلاص. اذا نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. شكرا حقيقة لكل من شارك وعبر، وإن شاء الله راح تظل هذه المشاركات مستمرة ليبقى هكذا النبض ينبض، القلب ينبض بنبض جدا رائع متحد بين العمانيين أجمع، إن كانوا داخل هذه الأرض على هذه الأرض داخل عمان أو خارجها، ينبض باسم عمان، ينبض باسم قابوس المفدى. الحمد لله عاد إلى الوطن، والفرحة تعم كل مكان وكل بقعة وكل شبر، لا يبقى سوى
أن نستمر في الدعاء بتمام الشفاء لمولانا المعظم. فاللهم يا خير الحافظين أحفظ سلطاننا من كل سوء ومكروه، واللهم احرسه بعينك التي لا تنام واكنفه بكنفك الذي لا يرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجزه عنا خير الجزاء، ونسألك أن ترزقه بصحة في البدن وعافية في الجسد وزيادة في العمر برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بهذا نكتفي معكم من هذه التغطية من 9 صباحا حتى هذه الدقائق، وإن شاء الله سوف يتواصل معكم الأخوان في الفترة النهارية القادمة. لكم كل الأمنيات وكل عام وأنتم بألف خير. مولاي سيروا بنا في كل معترك، من خلفكم قطع البيداء نطويها، ما تطلبون فأرواح فدا وطن في الحال نخلعها طوعا.